اللي باع واللي خان هنا الحاوي وليد سليمان. دي كانت هتافات جماهير الأهل النهاردة في وداع وليد سليمان أبو سليم الحاوي الأسطورة الأهلوية وآخر جيل العظماء. دخل النادي الأهلي في سنة 2011 من 12 سنة، ومش دخل النادي الأهلي بس، دخل قلوب كل الأهلوية، واستحق هذا المشهد الرائع ان يخرج بيه من النادي الأهلي، يخرج من الباب الكبير للنادي الأهلي، وهيفضل في القلب لكل الأهلوية كبار وصغيرين وأطفال، كله بيعشق الأسطورة وليد سليمان. كان بيقعد احتياطي على الدكة لشباب صغير وعمره ما اعترض وعمره ما قال لا، بالعكس كان دايما مساند للنادي الأهلي ككابتن للنادي الأهلي. وإن شاء الله يكون ماتش اعتزالك يكون ماتش كبير لكل الأهلوية وليك.